احمد محمد ابدا سجل. تمام. طيب هنعود بسرعة. الانس احنا اخدنا الانسولين بيعمل ايه؟ بيصنع ازاي في البنكرياس؟ قلنا بيكون برو انسولين، بعد كده بيكون برو انسولين، بعد كده بيكون انسولين ناضج. ده ازاي بيتصنع في البنكرياس؟ قلنا ازاي بيخرج من البنكرياس؟ قلنا ان بيجي الجلوكوز يدخل عن طريق حاجة اسمها جلوت 2 ريسبتورز، يتحول الى بيروفيت، بيروفيت يتحول الى سايكو ايه، على السايكل يدخل كريبس سايكل، وفي الاخر يدينا اي تي بي. اي تي بي يقفل قنوات البوتاسيوم والشحنه الموجبه تزيد، فبالتالي تفتح قنوات الكالسيوم، الكالسيوم يدخل جوه وهو اللي يتسبب في خروج الانسولين باي ديفيوجن فروم بيتا سيلز انتو بلاد. طيب خرج للبلاد، قلنا الافكت بتاعه قلنا بينقص الجلوكوز في الدم عن طريق جلايكوليزيس، جلايكوجينيسيس، تصنيع جلايكوجين. وقلنا البروتين سينسيس او اللايبوجينيسيس. طب بيعملها ازاي؟ على السريع كده، حاجه مش مهمه قوي عليك بس ناخدها على السريع. دي مثلا عندك خلايا الليفر. خلايا الليفر احنا عارفين اي خلايا في جسمك بيكون فيها فوسفوليبيد باي لير، فوسفوليبيد باي لير. ازاي الجلوكوز بينزل عندك في الليفر وبيحفز بقى الجلايكوليسيز والجلايكوجينيسيز والكلام ده كله؟ قلنا ان الانسولين ده بولي بيبتايد هرمون، يعني مش هيدخل داخل الخلايا لان هو مش استرويد، ليس استرويد هرمون، فمحتاج مين؟ محتاج ريسبتورز خاص بيه. فهنا في ريسبتورز بيكون خاص بيه بيسموه تيروزين كاينيز، ده اللي اسمه تيروزين كاينيز. بيجي عندك الانسولين، لما الانسولين بيقف بيعمل جوينينج بايندينج على الريسبتور ده، الريسبتور الخاصة بيه الانسولين، بيبدأ يحصل ايه؟ يتحفز هنا التيروزين كاينيز، انزيم اسمه تيروزين كاينيز. يبقى ده الريسبتور الخاص بالانسولين، لما بيحصل بايندنج للانسولين على الريسبتور ده يتحفز التيروزين كاينيز. التيروزين كاينيز ده لما بيمسك فيه فوسفات زي ما خدنا قبل كده، في كل الهرمونز اللي ما بتدخلش داخل الخلايا تقف على الريسبتور، تحفز الريسبتور ده، الريسبتور يحصل له فوسفوليشن، يمسك في الفوسفات فيتاكتف. فالريسبتورز ده لما يتاكتف يحفز تصنيع انزيم عندك، سوري قصدي ريسبتورز عندك بيسموه ايرس فاكتورز. ايه بقى الايرس فاكتور ده؟ ده قلنا اللي هو بيكون ده اللي بيسؤول عن الافكت بتاع الانسولين داخل الليفر، ده اللي بيحفز الافكت، التاثير بتاع الانسولين داخل الليفر، اللي هو ايه؟ قلنا جلايكوليزيس، تكسير الجلوكوز، جلايكوجينيسيس، تصنيع جلايكوجين، بروتين سينثيسيس، تصنيع البروتين، لايبوجينيسيس، تصنيع الليبيد. وقلنا بيحفز تصنيع حاجه اسمها ايه؟ جلوت ريسبتورز، جلوت 2 ريسبتور. الجلوت 2 ده الريسبتور اللي فين؟ الريسبتور بيحفز تصنيع
receptors اللي هتطلع بعد كده تمسك فين؟ تمسك على السيل ممبرين وبعد كده دي اللي هتخلي الجلوكوز يدخل. قلنا الجروت 2 ريسبتورز بتدخل الجلوكوز الى داخل الليفر عشان يتحرق او يتخزن. فالانسولين قلنا في الاول ازاي بتصنع بري برو انسولين، بيتحول الى برو انسولين بعد كده بيتحول الى انسولين. طب ازاي بعد ما بي انسولين ازاي بيخرج؟ قلنا عن طريق ان الجروت 2 ريسبتورز بتدخل جلوكوز داخل البيتا سيلز، الجلوكوز بيتحرق بيعطيك اي تي بي، الاي تي بي بيقفل قنوات البوتاسيوم عشان الخلايا تحتفظ بالشحنه الموجبه، الشحنه الموجبه تفتح قنوات الكالسيوم، الكالسيوم يدخل فيساعد في خروج الانسولين، الانسولين خرج يروح يعمل بايندنج على الريسبتور دي، بعد ما يعمل بايندنج على الريسبتور الخاصه بيه بياكتف انزيم اسمه تيروزين كاينيز انزيم، التيروزين كاينيز انزيم بيحفز تصنيع حاجه اسمها الايرس، ده السكند المسنجر اللي هيعمل افكت بتاع الانسولين اللي هو مين؟ جلايكوجينيسيس بروتين سينثيز لايبوجينيسيس، ويحفز تصنيع الجلوت 2 ثاني مره فين؟ عند الليفر عشان يدخل الجلوكوز داخل الليفر ويشوف بقى سواء يتخزن او يتحرق. فعمليه زي الدايره بتلف تلف وتمشي في نطاق مرتب. طيب في السكيتال ماسلز، بس في معلومه بسيطه تعرفها في السكيتال ماسلز، السكيتال ماسلز فيها نفس الشيء بس بيحصل فيها تصنيع حاجه اسمها الجلوت 4. يعني في الماسلز في السكيتال ماسلز اسم الريسبتورز اللي بيتصنع اسمه جلوت 4. لما نيجي ندرس ان شاء الله في الباثولوجي الديابيتس ميليتس، الديابيتس ميليتس وهو مرض زياده الجلوكوز في الدم، مرض السكر، مرض الداء السكري، هتعرف ان في منه تو تايبس، تايب 1 اند تايب 2. تايب 1 ده مشكله في البنكرياس نفسه، مش بيصنع انسولين. تايب 2 هتعرف ان مشكله عندك في مين؟ في الريسبتورز دي. الريسبتورز الانسولين بيتصنع كويس جدا، بري برو انسولين، برو انسولين، انسولين، وبيخرج بره كمان، ولكن المشكله عندك في فين؟ في الريسبتورز دي ما بتعملش بايندنج للانسولين. وكل واحد هيكون ليه ساينز اند سيمبتومز، وكل واحد هيكون ليه طريقه للعلاج، سواء السكر النوع الاول او السكر النوع الثاني، مرض السكر النوع الاول او مرض السكر النوع الثاني. طيب حاجه برضه ثانيه بسيطه دي اخذتوها في البايو كيمستري في سنه ثانيه في اول اسبوع في البايو كيمستري. احنا قلنا ان الانسولين ده وظيفته بيقلل السكر في الدم عن طريق انه لا اما بيحرقه او بيخزنه، لا اما بيحرقه لا اما بيحرقه او بيخزنه. طيب الجلوكوز ده عين، يعني بيرجع في كلامه، مش محترم. ده الجلوكوز ده مش محترم ليه؟ الانسولين لما بيطلع وياخد الجلوكوز ده يضربه على قفاه ويدخله داخل الليفر عشان سواء هيتحرق او هيتخزن، ما هو هيتحرق او هيتخزن لازم يعدي على الليفر الاول، فيعدي على الليفر سواء هيتحرق في الليفر او هيتخزن على شكل جليكوجين. الانسولين ده بيرجع في كلامه، يعني ايه؟ يعني يجي الانسولين، سوري قصدي الجلوكوز بيرجع في كلامه، يعني يجي الانسولين يمسكه ويدخله داخل الخلايا الليفر يطلع مره اخرى. يعني احنا بعد ما تعبنا وخرجنا الانسولين وقلنا بري برو انسولين وبرو انسولين وانسولين، وبعد كده عملنا جلوت 2 ودخل الجلوكوز واتحرق، وبعد كده قفلنا البوتاسيوم تشانل وفتحنا الكالسيوم تشانل، بعد الكلام ده كله تيجي بعد ما ندخلك تخرج؟ ما ينفعش طبعا الكلام ده. فقال لك ايه؟ الجلوكوز ده تدخله وتربطه. يعني ايه الكلام ده؟ الجلوكوز عباره عن 6 سي،
ست ذرات كربون. ست ذرات كربون. تعمل ايه بقى انت؟ تدخله داخل الخلايا، ده جلوكوز. لما تدخله داخل الخلايا تحوله الى جلوكوز 6 فوسفات. يعني ايه جلوكوز 6 فوسفات؟ يعني جلوكوز في رقم 6 مربوط بفوسفاتا بفوسفاتايا، يعني تحس يعني زي ما كنت اخده جوه وربطته بمربط بفوسفاتايا عشان ما يعرفش يخرج مره اخرى خارج الخلايا بتاعت الليفر. طيب اي انزيم بيضيف فوسفات على المركب بيسموه كايناز. فالانزيم ده هيضيف فوسفاتاي على مين؟ على الجلوكوز، فسموه ايه؟ جلوكو كايناز. وعندك حته ثانيه اسمها، وعندك انزيم ثاني اسمه هيكسو كايناز. جلوكو كايناز وهيكسو كايناز. هيكسو يعني سته، ما الجلوكوز فيه سته سي. طب هو ايه الفرق بين الجلوكو كايناز والهيكسو كايناز؟ يعني لو سالتك، على فكره لو سالتك ان الهرمونز الانسولين بيحفز الجلوكو كايناز، هتقول لي اه ولا، ما ها بيحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفات. يعني هو اللي بيعمل ايه؟ بيخلي الجلوكوز يدخل جوه الخلايا. طيب في حته هنا يعني ما حدش يسالك فيها في الكروك خالص، يعني هي مش عندك في الكروك، لكن حته كده يعني كراجل دكتور لازم تفهمها. هو ايه يا دكتور الفرق بين جلوكو كايناز وهيكسو كايناز؟ ما هو نفس الانزيم اللي بيساعد في ربط الجلوكوز ويحوله الى جلوكوز 6 فوسفات عشان نربطه داخل الليفر، وبعد كده بقى نحرقه ونحوله لبيروفيت اسيتيل كو اي وندخل كريبتوسايكل ونجيب اي تي بي. لازم نربطه الاول زي العجل زي الخروف، بنجيب نربطه بعد كده نتبعه. طب ايه الفرق بين الجلوكو كايناز والهيكسو كايناز؟ بقول لك تاني مره، دي مش عليك في الكروك، لكن دي حاجه حلوه جدا انك تعرفها انت راجل دكتور. جلوكو كايناز هيكسو كايناز. جلوكو في حرف ال ده موجود في الليفر فقط. هيكسو هول تيشو. جلوكو في حرف ال لو افينيتي. هيكسو هاي افينيتي. طبعا واحد شاف المقارنه دي هيقفل الفيديو، يقول لك مش عارف اي حاجه ولا فاهم اي حاجه. ايه ده بقى لو افينيتي وهاي افينيتي وليفر وهول تيشو والكلام ده؟ بص، الجلوكوكينيز ده بتاع الاستورج بتاع التخزين. يعني لو انت عايز تعمل ايه؟ لو عايز تعمل جلايكوجينيسيس، تصنع جلايكوجين كتير من الجلوكوز. اما الهيكسو ده بتاع الحرق بتاع الجلايكوليزيس. يعني ايه الكلام ده؟ بص انا لو سالتك يا دكتور، انت جسمك بيحرق الاول ولا بيخزن؟ جسمك بيحرق ولا بيخزن؟ هتقول والله لا، جسمي بيحرق الاول واللي باقي بيخزنه. يعني انت مثلا عندك اكلت اكله فيها 1000 مولكيول من الجلوكوز، انت الاول جسمك بيحرق مثلا حرق 700، وبعد كده بيعمل ايه؟ بيخزن ال 300 الباقيين. فهو جسمك بيحرق الاول، بعد كده مين؟ بيخزن الباقي. يبقى جسمك بيحرق الاول، بعد كده بيخزن الباقي. فعندك هنا الهيكسو كايناز ده بتاع الحرق. بتاع الحرق يعني انت جسم، يعني معظم التشو عندك اللي هي بتحرق، معظم التشو عندك بتحرق الجلوكوز. التشو عندك بتحرق لكن الليفر عندنا في الطب احنا بنسميه شمعه تضيء من اجل الاخرين. يعني ايه؟ الليفر ده يا شباب ما بيحرقش ويدي نفسه، الليفر ده بيدي غيره، مش عايز هو نفسه، بيدي غيره. الليفر ده يخزن عنده، لان اي حد اي اورجن من الاورجن تحتاج الجلوكوز يديله، هو ما بيحرقش لنفسه. فالهيكسو كايناز ده الانزيم ده موجود في الهول تيشو، عشان معظم التيشو بتحرق الجلوكوز، واولهم مين؟ البرين. البرين عنده الهيكسو كايناز اللي بيحرق الجلوكوز، بيعمل جلايكوليزيس. فانت الهيكسو كايناز ده لك عنده هاي افينيتي. ليه؟ لان هو اول حاجه موجود في الهول تيشو عشان يحرق. يعني ايه عنده هاي افينيتي؟
يعني انت لما بتكون عندك بتاكل شويه جلوكوز، بتاكل جلوكوز، بتدخل جلوكوز في الدم عندك، الانزيم ده الهيكسو كيناز بيشتغل الاول. ليه؟ ده عنده هاي افينيتي، ده بتاع الحرق. لو عندك مثلا شويه جلوكوز، مثلا انت اكلت جلوكوز قليل جدا، دخلت 5 جلوكوز في الدم عندك، الهيكسو كيناز ده هياخدهم في ثواني ويحرقهم. لكن الجلوكو كيناز ده بتاع التخزين، يعني ده انت بعد ما تاكل والهيكسو كيناز يحرق ويخلص، اللي باقي الجلوكوز اللي باقي انا بخزنه، انا بعمل بجيبه في الليبر واخزنه في الليبر عشان مش جلوكوز. يعني انا لو افيد، يعني افيد يعني حب، يعني انا ما بحبش الجلوكوز ده، انا عندي لو انا بتاع التخزين. انت اقعد احرق احرق، لما يزيد عندك الجلوكوز وجسمك خلاص مش محتاجه، انا باخدهم كده وانا متغصب وزعلان وبخزنهم. انا بتاع التخزين، انا ما بحبش احرق، اللي بيزيد عندك الدهون اخزنه. فالهيكسوكاينيز ده موجود في معظم التشو. ليه؟ ده بتاع الحرق، ده الهاي افينيتي. يعني لما تدخل الجلوكوز عندك انت بتحرق الاول قبل ما تخزن، اللي باقي اللي فايض عن حاجتك بتخزنه. فالهيكسوكاينيز ده بتاع الحرق، هو عنده هاي افينيتي، لو دخلت شويه جلوكوز ولو قليلين جدا احرقهم. ليه؟ جسمك محتاج الطاقه بتاعت الجلوكوز. طيب الجلوكوكاينيز انا عندي لو افيت، ما بحبش الجلوكوز. ليه؟ انا بتاع التخزين، انا انت اقعد احرق 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 واللي يزيد، انا موجود في الليفر، خبط عليا، اللي يزيد هاته اخزنه. انا بحفز الجلايكوجينيز، التخزين تصنيع جلايكوجين، انا ما بحرقش. انت اكلت 1000 جلوكوز، الهيكسوكاينيز بيحب طبعا الجلوكوز وفرحان، يقعد يحرق يحرق يحرق، حرق 700 800، الباقيين دول هاتهم كده اخزنهم. لكن انا ما بشتغلش في الاول، اللي بيزيد عندك الفايض عندك الدهون. طيب لو سالتك ايهما يتحكم فيه الانسولين، اي واحد فيهم ينفع يتحكم فيه الانسولين، هل الهيكسوكاينيز او الجلوكوكاينيز؟ ودي لو واحد جوابها صح يبقى واحد ما شاء، يعني ده ما شاء الله، ده في البايوكيمستري حاجه عظمه. الانسولين ينفع يتحكم في اي واحد منهم، اللي بيخزن ولا اللي بيحرق، الجلوكوكاينيز ام الهيكسوكاينيز؟ جلوكوكاينيز. طيب ليه بقى؟ وتقول لي هيكسوكاينيز ليه؟ قول له هو بيتحكم في الهيكسوكاينيز ليه، بيتحكم في الجلوكوكاينيز ليه؟ محدش عارف؟ ما هو الجروب كله محدش عارف ليه؟ طيب مبدئيا الانسولين ما ينفعش يتحكم في الهيكسوكاينيز. ليه؟ بالمنطق، الهيكسوكاينيز ده بتاع الحرق. يعني ايه؟ انت تخيل معايا ان انت صايم فاستنج، في حاله الفاستنج. يعني ايه حاله الفاستنج؟ يعني عندك جلوكوز قليل جدا جدا جدا، انت قاعد صايم من الصبح لحد المغرب، فانت عندك جلوكوز قليل جدا، لسه ما فطرتش وعندك جلوكوز قليل جدا في الجسم. مين هيشتغل؟ الهيكسوكاينيز، لان هو عنده هاي افينيتي، هو بيعشق الجلوكوز، لو شاف واحد جلوكوز ياخده من حضنه ويحرقه. فالهيكسوكاينيز هو اللي هيشتغل. ليه؟ عشان اي نسبه جلوكوز قليله جدا في الجسم ياخدها بسرعه ويديها لمين؟ للبرين. يور برين، البرين عندك بيعشق الجلوكوز، المصدر الاول ليه للطاقه هو الجلوكوز. فانت لو عندك شويه جلوكوز قليلين جدا هيشتغل عليهم، هياخدهم عشان يديهم لمين؟ للبرين. اكيد طبعا مش هخزنهم، ده هم 5 6 من الجسم، والجسم تعبان وفاستنج وصايم، هخزن ازاي؟ ده انا عايز احرق، ده انا عايز الاقي اي شويه انسولين، اي شويه جلوكوز اوديهم للخلايا عشان تشتغل بيهم. فالهيكسوكاينيز ده اللي بيشتغل في حاله الفاستنج، لو اي شويه جلوكوز قليلين هياخدهم، ان هو عنده هاي افينيتي. طيب انت حاله الفاستنج بيكون عندك انسولين؟ انا قلت لك لا، الانسولين بيكون موجود في حاله لما اكون اكل فقط، لما اكون واكل فقط، لما اكون في الفيدنج ستيت. يعني في الفاستنج ما فيش عندك انسولين. طيب لو الهيكسوكاينيز بيعتمد على الانسولين في العمل بتاعه، كانت تبقى مصيبه. ليه؟ لو انت صايم
ما عندكش انسولين، يعني الهكسوكينيز لو بيعتمد على الانسولين يعني مش هيشتغل، لان انت وانت صاحي ما عندكش انسولين فمش هيشتغل. يبقى مين بقى هيودي الجلوكوز للبرين في حاله الصيام؟ فهتموت. فمن حكمه ربنا ان الهكسوكينيز ده لا يعتمد على الانسولين. ليه؟ لان انت في حاله انت محتاج الهكسوكينيز يشتغل سواء انت صايم او انت اكل، سواء انت صايم او انت اكل، انت عايز الهكسوكينيز يشتغل عشان الجلوكوز يروح للبرين. فلو انت لو ده بيعتمد على الانسولين وانت صايم مش هيشتغل، هتموت. اما الجلوكوكينيز ده انسولين ديبندنت، بيعتمد على الانسولين. ليه؟ ده بتاع التخزين، لما بيزيد الجلوكوز عن حده في الجسم مين بيشتغل؟ الجلوكوكينيز، لان هو اللي بيروح يخزن. مين بيقول روح اشتغل؟ الانسولين. انت لما تاكل 1000 جلوكوز تحرق منهم 800، يقعدوا 200 بقى في الدم، الانسولين بيتعصب ويتضايق، يروح يصحي مين؟ الجلوكوكينيز، يقول له دخلهم خزنهم عندك، احبسهم عندك. فالهكسوكينيز ده انسولين اندبندنت، اما الجلوكوكينيز انسولين ديبندنت، بيعتمد على الانسولين. طيب تخيل بس نرجع بس للموضوع الاول، قلنا الجلوكوز بيتحول الى جلوكوز 6 فوسفات. معلش هي في الاخر قلبت بايوكيمستري شويه، ولكن دي لازم تعرفها. قلنا الجلوكوز سواء بقى هيكسو او جلوكو خلاص انساها خالص، المهم الجلوكوز بيتحول في الاخر لمين؟ الى جلوكوز 6 فوسفات، يعني جلوكوز ربطناه بفوسفاتايه في رقم 6 في الليفر عشان ما يهربش. طيب لو احنا بنخزنه هيشتغل الجلوكوكينيز ويحوله لحاجه اسمها جلايكوجين، الجلايكوجين. طيب خزناه عن طريق مين؟ صنعنا منه جلايكوجين عن طريق انزيم اسمه جلايكوجين سينثيز، يعني الانزيم اللي بيحفز السينثيز اوف جلايكوجين. يبقى لو قلت لك الانسولين بيحفز الانزيم ده ولا مش بيحفزه؟ اكيد طبعا بيحفزه، لان الانزيم ده بياخد الجلوكوز ويصنع منه جلايكوجين، يعني بيقلل الجلوكوز في الدم. ده الانسولين يقول انت حبيبي، الانسولين بيحفز الجلايكوجين سينسيتيز. انت عندك ده البلاط وده عندك اهو الليفر، الجلوكوز بيدخل داخل الليفر ويتحول الى جلايكوجين عن طريق اي انزيم؟ جلايكوجين سينثيتيز، الانزيم المحفز لمين؟ لتصنيع جلايكوجين. واحد يقول لي طيب لو الجلوكوز عندك قل في الجسم يبدا يشتغل مين؟ الجلوكاجون اللي هو بيزود الجلوكوز في الدم. طيب يعمل ايه؟ انت الجلوكوز ده مش حبسته في الليفر عن طريق انك ربطته بفوسفاتايه في رقم 6؟ خلاص حوشه، شيل الفوسفاتايه هتلاقيه خرج لوحده. احنا الجلايكوجين ده تجيب له انزيم اسمه جلايكوجين فوسفوريليز. فوسفوريليز يعني بيعمل لايسيس للفوسفات جروب. انت الجلوكوز حبيت تدخله في الليفر وما يطلعش منها، ربطته بفوسفاتايه وصنعت منه جلايكوجين، عايز تخرجه؟ بسيطه جدا، شيل الفوسفاتايه هيخرج لوحده عن طريق اي انزيم بيشيل الفوسفات، جلايكوجين فوسفوريليز. طيب الانسولين بيحفز الجلايكوجين فوسفوريز ولا لا؟ لا طبعا ما بيحبوش. الجلايكوجين فوسفوريز ده بيكسر الجلايكوجين ويحوله الى جلوكوز، لا انا ما بحبكش انت ضدي. يبقى الانسولين يحفز مين؟ جلايكوجين سينثيتيز اللي بيصنع جلايكوجين من الجلوكوز، ويعمل ايه؟ ويمنع شغل الجلايكوجين فوسفوريليز اللي هو بيكسر الجلايكوجين ويحوله الى جلوكوز. يبقى هي دايره، عندك جلوكوز يتحول الى جلايكوجين عن طريق جلايكوجين سينثيتيز، والجلايكوجين يرجع مره اخرى الى جلوكوز عن طريق مين؟ جلايكوجين فوسفوريليز. الاثنين عكس بعض،
يعني الانسولين يحفز الجليكوجين سينثيتيز ويمنع مين؟ جليكوجين فوسفوريليز. طيب لو قلت لك لو قلت لك بقى الجلوكاجون، لا الجلوكاجون بيمنع مين؟ بيمنع الجليكوجين سينثيتيز ويحفز مين؟ جليكوجين فوسفوريليز اللي هو بيزود الجلوكوز في الدم، لان ده شغل الجلوكاجون الاساسي. طيب خلاص نخلي بقى الجلوكاجون للحصه الجايه، لان هو عليه كلمتين صغيرين جدا، وبعد كده نكون خلصنا البنكرياس. في حد عنده اي استفسار يا شباب عن الحصه النهارده؟ شباب في حد عنده اي استفسار عن حصه النهارده يا شباب؟ قلنا عندك الجلوكوز وادي الليفر، قلنا الجلوكوز موجود عندك في البلاد، عايزين ندخله داخل الليفر، قلنا بنحوله الى جلوكوز 6 فوسفات. جلوكوز مربوط في رقم 6 فوسفاتايه عن طريق مين؟ جلوكو كايناز اللي في الليفر. بعد كده الجلوكوز 6 فوسفيت ده بنحوله الى جلايكوجين عن طريق اي انزيم؟ جلايكوجين سينثيز. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيصنع جلايكوجين من الجلوكوز 6 فوسفيت. طيب لو احنا عايزين، قلنا لو عايزين نخرج الجلوكوز ده للدم تاني، بسيطة، الجليكوجين ده مش جواه جلوكوز مربوط بفوسفاتها في رقم 6، احذفها خلاص، خش شيل الفوسفاتاية عن طريق حاجة اسمها جليكوجين فوسفوريليز. يبقى جليكوجين سينثيز ده اللي بيقلل الجلوكوز في الدم، لأنه بيجيب منه مين؟ جليكوجين. أما الجليكوجين فوسفوريليز ده اللي بيزود السكر في الدم، لأنه بيكسر الجليكوجين إلى جلوكوز. فعندك قلنا الانسولين بيحب مين؟ يحب جلايكوجين سينثيتيز، يعني بيأكتفه ويعمل انهبيشن لمين؟ للجلايكوجين فوسفوريليز. طب الجلوكاجون اكيد طبعا عكسه، لان الجلوكاجون عكس الانسولين، بيوقف الجلايكوجين سينثيتيز ويحفز جلايكوجين فوسفوريليز. مفهوم شباب؟ تسلم يا محمود، بالتوفيق يا شباب، ان شاء الله بالتوفيق يا شباب. عايزك المحاضرة بتاعت النهارده ولا ايه بالظبط؟ محاضرة اليوم بدأت الساعة 5، وباذن الله هنشر التسجيل دلوقتي حالا على الفيس، على الصفحه الخاصه بينا، بس مستني الدكتور بس يبعت التسجيل على التليجرام. البي دي اف هبعته ان شاء الله دلوقتي على الجروب، والمذكرات ان شاء الله هتتطبع الاسبوع الجاي، لان الاسبوع ده انا قلت للشباب ان كنت مشغول مع الشباب بتوع الكروك اللي هم عندهم امتحان الاسبوع الجاي، فان شاء الله بخلص من الشباب بتوع الكروك وبنزل لكم كل المذكرات، هنزل لكم مذكره الاندوكراين سيستم ومذكره المايكروبيولوجي. مذكره المايكرو ان شاء الله هتكون جميله جدا، يعني هجمع لك كل البكتيريا، كل بكتيريا بالمعلومات الخاصه بيها مختصره جدا، زائد كل الاسئله الخاصه بالبكتيريا، وفي رسمه على كل بكتيريا بتبسط البكتيريا عندك، رسمه لللايف سايكل بتاعتها والشكل بتاعها. كذلك امر في الفنجاي والبرازايت والفيروسز. المحاضره الجايه ان شاء الله في محاضره تعويضيه عايزين نعملها، فنشوف ان شاء الله النهارده ببعت لكم
ببعت لكم ان شاء الله النهارده مواعيد، وانتم تختاروا منها ميعاد معين عشان نعوض بيه الحصه اللي فاتت، لان احنا ضاع مننا اسبوع كامل فعايزين نعوضه ان شاء الله. فقبل ما نبدا الحصه الاساسيه بتاعتنا عايزين ناخد حصه تاني اضافيه. اليوم ان شاء الله ببعت لكم السكاجول. بالتوفيق يا شباب، خلاص احنا كده خلصنا النهارده. اي حد عنده اي استفسار يكلمنا على الخاص.